مرحبا. رحلتنا لليوم ترجع فينا بالتاريخ لكتير زمان، لفترة صار فيها زلزال بتاريخ البشرية، فترة نهاية عهد الدولة العثمانية وبداية الحرب العالمية الأولى. شو صار بهاي الفترة؟ كيف تغير الفكر وأثر على الأنظمة السياسية والاقتصادية وحتى أثر على العلاقات الاجتماعية بين الناس؟ روايتنا رواية أعدائي للكاتب ممدوح عدوان. أي حدا ممكن يقرأ لممدوح عدوان أكيد بيقدر يلمس شخصية الكاتب بالروايات، الشخصية اللي كانت بتشوف التاريخ وبتقدم لنا إياه وعندها نظرة ثاقبة للمستقبل، وكأنه عم بيقلنا هذا اللي صار وهذا اللي ممكن يصير، بوعينا لكتير قصص، بيعطينا يمكن وجهة نظره خلال فترة معينة من التاريخ، وكأنه هو كان موجود بكل موقف من المواقف اللي بيذكر لنا إياها بالرواية. طبعاً الشخصيات واقعية، وأي حدا كمان بيعرف هاي الشخصيات بشكل شخصي وتعرف عليها وتعامل معها رح يعرف إنه ممدوح عدوان كان يشوف الحالة العامة لهداك الزمن بشخصية وحدة. الشخصية البطلة هي شخصية عارف اللي هو قائد الشرطة. عارف كان حامل كأنه طموح وحلم كتير كبير، كان عم يسعى لحتى يقدر يحقق هذا الحلم ويقدر يوصل فيه، لكن اللي بيصير انه الناس اللي هن المفروض رعاة لهذا الحلم كانوا وصفهم الكاتب بانهم جهلة، ما كانوا عم بيساعدوا عارف وما كانوا عم يعطوا الاشياء اللازمة لحتى يقدر هو يحقق هذا الحلم. عارف كان عنده خصم، هذا الخصم بيرافقنا من بداية الرواية لآخرها، يمكن هو منافس، كانت كل حياة عارف بتدور حول هذا الشخص. نكتشف بعدين انه رغم كل الاذى اللي تسبب فيه هذا الشخص اللي هو خصمه لعارف، وانتم عم تقراوا الروايه بتكونوا عم بتقولوا يا ترى شو هي نهايه هذا الشخص، شو هي النهايه الوخيمه اللي راح يوصل لها هذا الشخص، شو هو العقاب اللي راح يناله هذا الشخص. لكن بنهايه الروايه بتنصدموا بكثير قصص وبتشوفوا انه معقول في بالدنيا هيك؟ يمكن كل شخصية بتتعرفوا عليها بتحسوا انكم انتم دائما عم تسألوا حالكم معقول في هيك؟ يمكن الشخصيات بتشبهنا كثير وبنفس الوقت ما بتشبهنا ابدا. كان في دراسة عميقة لكل شخصية، في عدد كثير كبير من الاسماء اللي انذكر من الرواية وكان اكيد معظمها واقعي، كل الاشخاص اللي حكى لنا عنهم الكاتب بيحكي لنا عن بداياتهم وحتى بيكمل معنا لنهاية هدول الاشخاص. طرق كمان الكاتب للفترة اللي أعدم فيها جمال باشا الوطنيين بساحة المرج بدمشق لأنهم كانوا يطالبوا بالاستقلال. كمان حكى لنا بشكل مفصل عن استغلال بعض الشخصيات لشخصيات أخرى بهدف الوصول لشيء معين كان ببالهم. ما أحس أي شيء ممكن أحكي لكم إياه رح يحرق عليكم أحداث الرواية، الأحداث كتير حلوة ومشوقة وممتعة. في شيء كمان كتير لفتني وكتير حبيته بالرواية إنه عم يحكي لنا عن مجموعة من الأشخاص، فئات مختلفة من الأشخاص، كل واحد فيهم عنده مصالح مختلفة، كل واحد فيهم عنده أهداف مختلفة، لكن هدول الأشخاص كلهم عايشين بنفس البقعة الجغرافية. فتخيلوا الكم الهائل من الصراعات والنزاعات اللي كانت فعلا تشهدها هاي المرحلة من التاريخ. طبعا رواية أعدائي تقريبا 600 صفحة، ما كتير رح تحسوا بال 600 صفحة، ممكن تاخذ معكم شهر لشهر وشوي قراءة، بس في حبكة كتير حلوة بالرواية ما بتحسوا فيها، بتحسوا حالكم دايما عندكم فضول تعرفوا شو الأحداث، تشوفوا وين وصلوا. الحلو كمان إنه في كتير من المطاردات بالرواية، وفي كتير من الأشخاص اللي بيعرضوا حالهم لمشاكل بيحاولوا بعدين يطلعوا من هاي المشاكل بطريقة أو أخرى. طبعا نحن بنكون معهم خلال كل هاي الفترة. الشخصية الرئيسية اللي خبرتكم عنها عارف يمكن بتوصلكم لمرحلة بتقولوا معقول في شخص عنده إصرار لفكر أو لقضية بهاي الطريقة؟ عارف فعلاً قضى كل حياته عم بيدافع عن الفكرة اللي كانت بباله، ورغم كل الأشياء اللي كان عم بيشوفها حواليه ورغم كل الممارسات اللي كانوا عم بيمارسوها الأشخاص اللي حواليه لحتى يوقفوا ضده بهاي الفكرة بطريقة غير مباشرة تحت أقنعة كتيرة، بس عارف كان لسه عنده من جواته يمكن شعور انه هاي الفكرة لإله وهذا الحلم لإله ولكل الناس اللي بيشبهوه، فهو من واجبه انه هو يحميه. طبعا كان شخصية نزيهة جدا، شخصية صادقة ومحب
جدا لعمله، رح تعجبوا كثير بهي الشخصيه وبشخصيات اخرى. وعلى فكره حتى الخصم، لانه الكاتب كان عم يصور لنا الجانب الملاك والجانب الشيطان من كل شخص، حتى الخصم بتحسوا للحظه انكم انتم بتحبوه، او انه هذا الشخص انتم ما بتكون يصير له اي شيء مو منيح، لانه يمكن كل واحد فينا قد ما كان قوي مع الناس برا البيت، بتلاقوا مع اهل بيته او مع الاشخاص اللي فعلا بحبهم هو شخص ضعيف. وبنظر الكاتب يمكن هذا الشيء سلبي، لأنه أنت شو الأشياء اللي ممكن تبنيها أثناء القوة ممكن تتهدم أو تخسرها بكل بساطة لما تضعف قدام شخص معين أو قدام شخص بتحبه. هذا الشيء اللي بيخليكم نوعاً ما تتعاطفوا مع الخصم أو تتعاطفوا مع الجبهة الثانية اللي نحن عم نحاربها برواية. كتير حلوة الرواية، ما يخوفكن عدد الصفحات الكتير. يمكن الأشخاص اللي ما بيحبوا كتير يقرأوا روايات طويلة، بس صدقوني هاي الرواية أجزائها مترابطة، رح تلاقوا حالكن دايماً عايشين هيك بحالة تشويق لحتى تعرفوا النهاية. بالنهاية حابة أقرأ لكم شيء كتير حلو من ظهر الرواية هالمرة، بيقول: نتعود. تعرف ماذا تعلمنا يا أبي؟ ذات يوم شرحوا لنا في المدرسة شيئاً عن التعود. حين نشم رائحة تضايقنا، فإن جملتنا العصبية كلها تتنبه وتعبر عن ضيقها. بعد حين من البقاء مع الرائحة يخف الضيق. أتعرف معنى ذلك؟ معناه أن هناك شعيرات حساسة في مجرى الشم قد ماتت فلم تعد تتحسس، وبالتالي لم تعد تنتبه الجملة العصبية. والأمر ذاته في السمع، حين تمر في سوق النحاسين فإن الضجة تثير أعصابك. لو أقمت هناك مثلما يتعود المقيمون والنحاسون، فالسبب نفسه، الشعيرات الحساسة والأعصاب الحساسة في الأذن قد ماتت. نحن لا نتعود يا أبي إلا إذا مات فينا شيء. تصور حجم ما مات فينا حتى تعودنا على كل ما يجري حولنا. رح أرجع لعن زميلاتي على الاستوديو لحتى نكمل فقرات البرنامج.